فعله صلى الله عليه وسلم في الرؤى، كيف كان يفعل مثلا في الرؤية الحسنة وفي الرؤية السيئة؟ لأن الناس اليوم لا يعني لا يعرفون الهدي النبوي في ذلك. نعم، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه في بعض الأحايين وليس دائما كان يقول من رأى منكم رؤيا، فكانوا يقصون عليه الصحابة رضوان الله عليهم رؤاهم فيعبرها لهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا شك أن من أعظم التعابير ربما يأتي له مجال هو ما كان بوحي من الله عز وجل كتأويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأويل يوسف عليه السلام. النبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن من رأى رؤيا إن كان ظاهرها الحسن فليخبر بها من أحب أو يخبر بها عالما، عالما بأحكام الشرع، عالما بعبر الرؤيا. لذلك فإن مالكا الإمام إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى كان ينهى أن يعبر الرؤى كل أحد، وقال أيلعب بالنبوة، بل يلزم أن يكون عابرها عالما بأحكام الشرع وسنن الدين وآداب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما يتعلق بالآداب الشرعية في الرؤى لمن رأى شيئا من ذلك، الأدب أن المسلم إذا رأى رؤيا أن يعبرها على العالم أو أن يمر بها إلى العالم. وقد كان محمد بن سيرين الإمام المعروف التابعي الجليل، وكان من أشهر عابر الرؤى، كان يقول اتق الله في يقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام، فمن ظن أن مستقبله وحاضره متعلق بمنامه فلا شك أنه قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك مخالفة لكمال التوكل على الله عز وجل وكمال الاعتقاد بعلمه واطلاعه وتقديره وتصريفه للأمور.